اهلا بيكم من جديد. بمناسبة الصيف واجواء البحر واننا بنقعد وقت طويل على الشط، فبنستغل الوقت ده في حاجة بنحبها. وممكن يكون في ناس بتشتغل ما بيبقاش عندهم وقت ان هم يقروا او يلعبوا على الشط. فيش احسن من وقت الصيف ان احنا نعمل الانشطة اللي احنا بنحبها. وبالنسبة لمحب الرسم والفنون بشكل عام، مفيش امتع من ان احنا نكون قاعدين على البحر ونعمل الحاجة اللي احنا بنحبها. فجبت الكاب بتاعي وكان معايا الوان، الالوان دي نوعها استدلر، وهي الوان بنستخدمها على الاقمشة وعلى الجلد. فابتديت باللون الاخضر وعملت خط طويل، وبعد كده طلعت منه الفروع، وحبيت بعد كده املأ كل الفروع دي بورود. فاخدت اللون البينك وعملت بيه دوائر بحيث ان هي تتجمع مع بعض تعمل شكل وردة، واخدت اللون الموف وعملت بنفس الشكل. وعلى طرف الفروع استخدمت اللون الاحمر وعملت ورود لكن كانت بشكل مختلف. وكمان استخدمت اللون البني في الاخر على الوردات اللي فيها دوائر بحيث ان هو يعمل لها ظل ويبرز شكلها اكتر. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وتابعونا في كل جديد.